تناولنا معظم هذه القضايا وقدمنا فيها حلول. هذا الميثاق حقيقة له 4 شهور في مرحلة تداول، 4 شهور، ونحن سلمناه للفريق البرهان، ناقشنا معه، سلمناه للفريق محمد حمدان دغلو، ناقشنا معه، وناقشناه في حلقات مع عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصلي، وعدد من الأحزاب الأخرى بعضها كان في الحرية والتغيير، ولكن في بعض الأحزاب اللي كانت في الحرية والتغيير اختلفت معنا حول المركزية، وحنجي احنا نتكلم عن الموضوع ده. ولذلك احنا اتفقنا مع الإخوة في الاتحاد الديمقراطي الأصل ان هم يواصلوا مع المجموعات الأخرى، ونلتقي في مرحلة متقدمة بعد ما هم يعني يكونوا بذلوا جهدي مع القوى الأخرى. ففي تنسيق وجهد متكامل، يعني الليلة اللي حصل في القاعة ده متفق عليه بيننا فيما بيننا، لأنه احنا ما حبينا نعطل الميثاق، لأنه في ناس قالوا والله احنا المرجعية. احنا قلنا المرجعية شنو؟ احنا قلنا المرجعية انتخابات 86، لأنه الناس الآن مختلفين، ناس بيقولوا احنا قوى الثورة، ناس بيقولوا ديل ما قوى الثورة، ناس بيقولوا ديل فلول، ناس بيقول، وما في حاجة عنده أي مشروعية الآن. حتى قوى الثورة أنت تثبت كيف قوى الثورة؟ قوى الثورة كل السودانيين اللي شاركوا في الثورة، أنت حتثبت كيف أنك أنت قوى الثورة و100,000 كانوا في موجودين أمام القيادة ديل ما قوى الثورة في النهاية؟ يعني أنت لو داير قوى الثورة حتدخل صلاح جوج ذاته قوى الثورة، لأنه هو سمح لك تدخل قدام القيادة. فأنت يعني حتدخل اللجنة الأمنية، حتدخل صلاح جوش، وكلهم حيكونوا قوى الثورة في المسألة دي. ولذلك احنا قلنا المرجعية تكون 86، ونضيف لها 86 في 6 أحزاب: حزب الأمة، الاتحاد الديمقراطي الأصل أو الاتحاد الديمقراطي، الجبهة الإسلامية القومية، الحزب القومي السوداني، الحزب الشيوعي، ده بالترتيب مؤتمر البيجا. وفي 6 مستقلين في الجمعية التأسيسية عام 86. قلنا الجبهة الإسلامية القومية لأنها حلت نفسها في روافد لها في المؤتمر الشعبي، في الإصلاح الآن، في ناس واقفين ما دخلوا أحزاب كانوا في الجبهة الإسلامية القومية ممكن يمثلوا الجبهة الإسلامية القومية. وبعد ذلك نضيف القوى التي نشأت بعد 89 وقاومت الإنقاذ في أحزاب نشأت جديدة، المؤتمر السوداني وغيره، في أحزاب قديمة، حزب البحث العربي الاشتراكي، حزب البحث غيره، في أحزاب قديمة موجودة، والحركات المقاومة الشباب، والتمثيل للقوات المعاشية، القوات النظامية، تمثيل للإدارة الأهلية، طرق الصوفية، تمثيل للقيادات المجتمع، وأنه ما يزيد الكلام ده، ما يزيد الجمعية دي تزيد عن 50 شخصية، لأنه ما يصعب أنك تكون حاجة الآن 300 شخص. إحنا عايزين يعني قادة المجتمع وقادة السياسة والشباب هم الذين يشكلوا هذه السلطة وينتخبوا هذه السلطة. طيب الميثاق ده، أي نعم، أو حركات المسلحة، نعم، الميثاق ده يعني معه وثيقة دستورية معدلة اللي هي عدلت بموجب نصوص الميثاق. وأصلا إحنا عندنا خيارات، الإعلان 21 نوفمبر اللي وقعه حمدوك والبرهان والقوى السياسية أجاز تعديل الوثيقة الدستورية، فقلنا الأوفق والأسرع أننا نمشي في تعديل الوثيقة الدستورية.
لكن الخيار الآخر طبعا إذا الناس عايزين يتكلموا عن دساتير نرجع للدستور 2005 ونحذف منه ال 52 تعديل اللي أدخلتهم عليه الإنقاذ. لكن قطعا ما بنمشي الآن لدستور جديد يصاغ من جديد زي ما أخواننا في الحرية والتغيير ماشيين، لأنه التساتير تصنعها الشعوب، تصنعها الشعوب عبر ممثليها المنتخبين. ما في دستور يصنع صفوة من المواطنين في الخرطوم يصنع دستور. فإذا دستور 2005 شاركنا فيه كلنا، حتى الحزب الشيوعي شارك في هذا الدستور، وهو دستور جاء نتيجة لاتفاقية سلام ومودع في الأمم المتحدة. فإذا نحن ما اخترنا أننا نمشي في وثيقة معدلة نمشي في دستور 2005، لكن طبعا لن نمضي إلى أي دستور جديد إلا عبر برلمان منتخب. هذا موقف واضح. طيب، أنا لمصلحة القنوات الوثيقة دي ميثاق التراضي الوطني بيتكلم عن أسباب الأزمة. أنا ما حأدخل في هذا الموضوع تفصيلا، لكن أهمية أسباب الأزمة أنه إحنا غيرنا طبيعة وهدف وترتيبة السلطة الانتقالية. إحنا غيرنا الطبيعة، لأنه السلطة الانتقالية هي عبور كوبري، بيجي زول بيمشي بيعبر كوبري لانتخابات. إحنا الحرية والتغيير حولت الموضوع إلى شراكة مع الجيش وسلطة شبه دائمة، يعني بدل الفترة الانتقالية سنة مشينا الآن إلى 4 سنوات، ودون الآن ضوء إن حننتهي مدى الانتخابات. عطلت كل المؤسسات العدلية وغيبت المحكمة الدستورية، ودي وش المشكلة طبعا، لأنه أنت ما حتقدر تشتكيه توقف أي إجراء غير دستوري. كل الإجراءات المشت في تعديلات الوثيقة والتشريعات المشت بعد 3 شهور كلها غير دستورية، لكن هم عطلوا المحكمة الدستورية، فأنت ما بتقدر تشتكي لأي جهة، وبالتالي استمر الوضع. حتى لجنة تفكيك التمكين، لجنة التمكين كانت غير دستورية، فنحن استمرينا في وضع غير دستوري، وكله ده جاب لنا الأزمة اللي احنا عايشينها الآن. في ناس بيقولوا ومنهم الآلية الأممية أنه الأزمة بدت بعد انقلاب 25 أكتوبر. الأزمة بدت بعد انقلاب 25 أكتوبر، لكن الأزمة دي بدت في أغسطس 2019 بتغيير طبيعة وتركيبة وهدف الفترة الانتقالية، السلطة الانتقالية، ولذلك هي اللي جابت 25 أكتوبر. يعني ما البيت ما ولدت أمها، الأم هي اللي ولدت البيت. يعني أغسطس 2019 هو الولد 25 انقلاب 25 أكتوبر. فلذلك لغاية الوقت الآلية الأممية فشلت في أنها تصل إلى أي نتيجة، لأنها بادية بتحليل خطأ، بأن المشكلة بدت ب 25 انقلاب 25 أكتوبر، وأنه نعيد الحرية والتغيير إلى السلطة باتفاق مع الجيش نكون حلينا المشكلة. فلذلك ما قدروا يحلوا 10 شهور الآن، الموضوع واقف. أيضا الرباعية أو الثلاثية حاولت والموضوع واقف. طيب، الخطاب بتاع رئيس المجلس السيادي أدخل شيء جديد الآن، أنه الجيش قال أنا انسحبت من الحوار، أنتوا تحاوروا واتفقوا، وده ألقى مسؤولية على القوى السياسية. الميثاق بيتطرق لتجارب الانتقال الديمقراطي عشان نوري الأجيال دي الانتقال الديمقراطي حصل كيف في 64 وحصل كيف في 85، وكيف نحن الآن بعيدين جدا عن ما كان عليه الحال في السودان. يعني 64، ثورة 64، عبود جلس مع قادة القوى السياسية
حزب الأمة، الاتحاد الديمقراطي، الأخوان المسلمين، الحزب الشيوعي، جلس معهم واتفق معهم على تسليم السلطة واخذت شرطين. قال ما بنتحاكم، لا احنا المجلس العسكري لا يتحاكم ولا يحاسب، تحاسب القوات المسلحة على اي فعل تم في هذه الفترة. وانا الشرط الثاني انا ابقى لاني القائد العام والاعلى للقوات المسلحة، لا اقبل ان اهان، انا اقبل ابقى رئيس ولفترة واستقيل بطوعي واختياري. قبلوا وسلمونا الصوفة، وفعلا هو بقى حوالي شهر شهرين واستغال وضمن في دستور 56 المعدل 64 ضمنت المادة 108 التي أدت حصانة للقوات المسلحة السودانية. طيب أبريل 85 في ظرف أسبوع تم الاتفاق، قام المجلس العسكري الانتقالي وسلم السلطة للقوى السياسية والنقابية. النقابات قالت للقوى السياسية خلونا نحن للحكومة تنفيذ السلطة التنفيذية وانتوا امشوا استعدوا للانتخابات. في اجتماع واحد الناس اتفقوا جدا، امشوا انتوا اختاروا الجزولي طبع الله نقيب الاطباء وشكلوا حكومتهم كنقابات، وكانت نقابات منتخبة، مش الآن النقابات الموجودة بتتكلم باسم المهنيين، كانت نقابات منتخبة. وأصبح المجلس العسكري ومجلس الوزراء السلطة التشريعية، وقيمت الانتخابات في موعدها. طيب ديل النموذجين اللي احنا مرينا بهم في السودان، فارغنا هذه النماذج فوقعنا الآن في هذا الجب اللي احنا ما قادرين نطلع منه حتى الآن. طيب إذا للوقت أن إحنا زي ما قلنا في صراع المرجعية، كل زول بيقول الثورة، نحن هو الثورة زي ما قلت لكم قبل شوية، بيدخل فيها صلاح جوش، بيدخل فيها اللجنة الأمنية، هو الثورة دي كلها فتحت الباب قدام القيادة وحيدت نفسها وطردت البشير. فبالتالي كل الناس المشتركين في هذه العملية، عشان كده قلنا المرجعية دي، المرجعية أنه نحن المرجعية دي نختارك مدخل، يعني ما بالضرورة النسب لكن كمدخل من اللي يمثل في هذا في هذه الجمعية، نأخذك كمدخل لأنه في ربك بهذا الموضوع. طيب هنا في سابقة يا أخوانا، الكلام ده ما جبته أنا، في لبنان لما عملوا سلام الطائف في عام 1989-90 والحرب الأهلية استمرت 20 سنة وماتوا فيها 120 ألف لبناني، لقوا أنه كيف أنهم يكونوا سلطة جديدة، فقاموا استدعوا مجلس النواب لعام 1972 قبل 20 سنة، أضافوا له 108 نائب، 50% مسلمين و50% مسيحيين، وخلوه ينتخب رئيس الجمهورية والحكومة، وظل موجود إلى أن استطاعوا أن يقيموا انتخابات جديدة. الموبايل من فضلك، إلى أن يقيموا انتخابات جديدة. طيب إذا في سابقة، إحنا ما نتكلم عن شيء جديد. الترتيبات الدستورية منصوص عليها في الميثاق ده زي ما أنا قلت قبل شوية، نعدل الوثيقة بموجب الاتفاق طالما إعلان 21 نوفمبر نص على ذلك في اتفاق، أما أو نرجع لدستور 2005 بعد حذف ال 52 تعديل اللي تموا. طيب الميثاق بيتكلم عن مستويات الحكم اللي هي ما فيها جديد، نظام الفيدرالي، المستوى الاتحادي، المستوى الإقليمي أنه نرجع لست أقاليم القديمة، المستوى المحلي وده ما فيه جديد، أجهزة الحكم اللي هي حتبقى الجمعية التشريعية الانتقالية، رئيس سيادة انتقالي ونائب له هو رأس الدولة ورمز سيادتها،
مجلس وزراء انتقالي وهو السلطة التنفيذية لولي البلاد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة. نحن قبلنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار يكون مسؤول عن شؤون الأمن والدفاع. في هذا ما عندنا مشكلة، ولكن قلنا يكون في مجلس أمن قومي يرأس رئيس الوزراء ليقود السياسات المتعلقة بالأمن القومي في مجلس الوزراء. يعني ده مجلس أعلى بيعنى بإدارة شؤون الأمن والدفاع، لكن هنا في مجلس الأمن القومي بيكون ممثلين قادة الأجهزة، ومقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيكون هنا أيضا مقرر مجلس الأمن القومي اللي بيرأسه رئيس الوزراء. طيب احنا قبل يا اخواننا قلنا الجمعيه دي بيرأسها بيشارك فيها الامه، الاتحاد الديمقراطي، حتى حزب الامه يا اخواننا ممكن الجناحين يشاركوا، ما في مشكله يعني في اقصاء جهه. زي ما قلنا جبهه الاسلاميه القوميه اتحلت، الناس اللي نشأوا منها يشاركوا نفس الشيء، الاتحاد الديمقراطي نفس الشيء، لأن كل الاحزاب السياسيه منقسمه الان. حزب الأمة، الاتحاد الديمقراطي، الجبهة القومية، الحزب القومي السوداني، بعدين الأحزاب حازت على مقاعد في برلمان الانتخابات، وهي الحزب الشيوعي، الحزب القومي السوداني، الحزب الشيوعي، النواب المستغلين، مؤتمر البيجا، الإدارة الأهلية، بعدين الإدارة الأهلية، الطرق الصوفية، القوى السياسية التي لعبت دورا مقدرا في معارضة نظام الإنقاذ، وتلك التي شاركت في حراك ثورة ديسمبر، حركات الكفاح المسلح، لجان المقاومة، شخصيات مجتمعية بارزة، ممثلين من معاشي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. طيب احنا حددنا الناس المشاركين عشان نسهل، لأنه لو ما كوننا الجمعية ما حنقدر ننتخب سلطة انتقالية، يعني لازم ننتخب سلطة انتقالية. يعني مثلا اخواننا اللي عملوا الدستور قالوا دايرين نعمل مجلس تشريعي 300 شخص، لكن الموقعين على الإعلان هم اللي بينتخبوا الحكومة، وهم اللي بيجيبوا بعينوا القضاء، وهم بيعملوا كل شيء. يعني عايزين يخلقوا دولة شمولية أخرى، ما أدوا للجمعية التشريعية للمجلس التشريعي، أدوا لرقبتهم هم كحاضنة جديدة. إحنا هنا قلنا الموضوع ده يمشي لمجلس أو لجمعية تشريعية. طيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ده إحنا قلنا منسوبي القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح والأجهزة النظامية الأخرى. ليه؟ لأنه إحنا جايين عندنا تعديل في اتفاقية جوبا، أنه اتفاقية جوبا فيها بند متعلق بقضايا قومية، ده ما من شأن حركات جوبا، ده من شأن كل أهل السودان. يعني واحد اختار قال داير حكم ذاتي، واحد اختار قال داير إغليم، ويعني بيجي نحن عندنا ثلاثة أنظمة، إغليم وحكم ذاتي وولايات، والثلاثة ما عندهم قانون. يعني شوف نحن بقينا هملة قدر شنو في السودان، يعني للتطبيق الخاطئ للسياسة. يعني السياسة ما زي انك انت تمشي مطعم تقول انا داير اكل والله كبده، ولا داير اكل ستيك، ولا داير. السياسه هنا عندها رولز، عندها قواعد دستوريه، ما في لعب في القضايا دي. لذلك الاتفاقيه دي احنا قلنا تتعدل، وقلنا انه الناس دي يوفقوا اعضائهم، تعجل بالترتيبات الامنيه ويوفقوا اعضائهم، يتحولوا لحركات سياسية، وبالتالي ما حيشاركوا في حسب كلامنا هنا حينطبق عليهم ما ينطبق على بقية القوى السياسية. الحكومة مستقلة، كفاءات تشمل الجميع، هم يمثلوا في الجمعية التشريعية ويمثلوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لكن ما حنعمل نظامين أنه والله نستثنى ناس، وحتى لو استثنيناهم تجي المحكمة الدستورية هناك طعون، لن يستطيع
أي حامل سلاح أن يمارس عمل سياسي أو أن يتبوأ منصب تنفيذي. حيكون في طعون موجودة في طعن مقدمه الأستاذ نبيل أديب. أول ما تجي المحكمة الدستورية حتمنع أي حامل سلاح أنه يتولى منصب تنفيذي. وبالتالي نحن أوجدنا الآن البدائل عشان نكون عادلين في هذا الموضوع. طيب، برنامج الفترة الانتقالية، برنامج الفترة الانتقالية في اتفاق حوله، يعني القضايا اللي فيه معالجة الأزمة الاقتصادية، هي مسألة أولوية، محاسبة منسوبين نظام البائد، الإصلاح القانوني، الجمعية التشريعية تصدر على وجه السرعة قانون لمجلس القضاء العالي، مجلس النيابة، وتقوم بتعيين قضاة المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والخبرة، تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو، تفعيل عمل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة، تلتزم الدولة بموائمة القوانين الداخلية مع التزاماتها الدولية، سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية، تعزيز دور الشباب من الجيشين، توسيع فرصهم في كافة المجالات، وضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة يبدأ في الفترة الانتقالية وممكن أن ينتهي في الفترة بعد الفترة الانتقالية، وضع سياسة خارجية متوازنة، العمل على تحقيق السلام، بعدين الحركات الموقعة على الاتفاق تمثل جزءا، اتفاق جوبا تمثل جزءا من المكونات الاجتماعية في المناطق الثلاثة، دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق، إلا إنها لا تمثل كل التكوينات، لا تمثل كل المكونات. احتوت الاتفاقية على مسارات لأقاليم ليست بمناطق حرب، مسار الشمال، مسار الشرق، مسار الوسط. فإدراج هذه المسارات في الاتفاقية أشعل الفتنة في هذه المناطق وأجج الصراع القبلي والسياسي فيها، لذلك ينبغي إلغاؤها، إلغاء المسارات الثلاثة. طيب، الإشراف على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية باتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح، إعلان حالة الطوارئ بناء على طلب من مجلس الوزراء، ده داخل في إجراءات في الإجراءات بتاعت البرنامج. لكن بعدين نجي للموضوع بتاع الانتخابات اللي هو البند الأخير. الانتخابات تقام الانتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية في يناير 2024، فترة أقصار. يتم تسمية مفوضية الانتخابات بشكل استثنائي خلال أسبوعين من تشكيل الحكومة. تقدم الحكومة ترشيحاتها للمفوضية للجمعية التشريعية مع قانون المفوضية للقرار بشأنها، ورفعها إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي المصادق عليها. تقديم الحكومة مشروع قانون الانتخابات للمجلس التشريعي الانتقالي للتداول والقرار في فترة أقصى 3 أسابيع من تشكيل الحكومة. تنظم الحكومة المنتخبة الانتخابات المحلية وانتخابات الأقاليم. في ناس يا أخوانا بيتكلموا عن أنه ضروري أن إحنا اللي ما عايزين انتخابات بيقولوا لابد أن إحنا ننتظر توطين اللاجئين وتوطين النازحين وننتظر التعداد السكاني وغيره، ولابد أن البيئة تكون بيئة صالحة وأنهم مخونين القوات المسلحة وغيرها. احنا بنقول اصلا في ظروف كثير السودان في حرب الجنوب قامت فيه انتخابات جزئيه، يعني اجلت انتخابات في جنوب السودان. لكن احنا بنقول الان كل ده ما محتاجين له، لانه احنا عايزين نمشي من مقترحين انتخابات على اساس نسبيه للاحزاب. يعني انت تصوت لحزبك مش بدائرة جغرافية، كل السودان دائرة واحدة، القاعد في معسكر اللاجئين، القاعد في معسكر النازحين،
اللي قاعد في أي مكان في السودان يصوت لحزبه، ما في دائرة، لأنه ده البرلمان القومي. البرلمان القومي يعنى بالسياسات القومية، البرلمانات الإقليمية هي اللي تعنى بقضايا الناس والخدمات، وبالتالي ممكن أن تكون فيها دوائر جغرافية. فبالتالي إحنا ما محتاجين لتعداد سكاني، محتاجين لنفاذ انتخابية، والهند عندها باع طويل في هذا الموضوع. نيجيريا أخذت من الهند وممكن نستفيد. أما عملية عدم الثقة في العسكريين، ممكن نعمل أن إحنا لجنة انتخابات وبالتعاون دولي ممكن نجيب خبراء هنود. يعني أول انتخابات سنة 53، لأنه كان في صراع بين الوحدة والاستغلال، جابوا خبير اسمه ساكومارسو هندي، هو اللي رأس لجنة الانتخابات في ذلك الوقت. أي حاجة يا أخواننا من الأعذار الموجودة في موجود لها حلول، فما في مفر من الانتخابات. يعني أحسن أخواننا يعني يتشجعوا ويمشوا للانتخابات ويرجوا حظوظه. أما مسألة أنه نحن قوة الثورة ونحن يجب أن نحكم، والله نحن بنقول أنه أنت لو عملت الثورة أمشي للشعب السوداني يكافئك، يصوت لك يكافئك، يجيبك بالانتخاب، ما بتجي بأنك تعطيل خيار الشعب السوداني. في جلسة من جلسات الحرية والتغيير، المرحوم الإمام الصادق المهدي قال ما يحدث أي مشاركة حزبية، الحكومة تكون حكومة مستقلة كفاءات. فأحد أعضاء حزبه قال له يعني أنت عايز تحرمنا من أجل نضالنا أن نضلناه، تحرمنا من أننا نتولى مناصب في الحكومة. فرد عليه وقال له الأجر نضالك يكافئك على الشعب السوداني في الانتخابات، ما أنك تأخذ بالسلطة أو أنت في الفترة الانتقالية. هسه أجر النضال بتاع الثورية إحنا مسلمين، هو ثورية بس يأخذوه في عند الشعب السوداني هذا الأجر. أنا عايز أقول أنه الطريق ما زال يعني شائك، ونحن عشان نحقق اتفاق الآن في تقريبا أغلبية متوافقة على الستة نقاط اللي أنا تكلمت عنها، أقل شيء متوافقة على 90% من هذه النقاط. طيب، في أخواننا في الحرية والتغيير مجلس المركزي ومعاهم الثلاثة من الجبهة الثورية بيفتكروا أنه يرجعوا لعملية الحاضنة والدستور وغيره، فهم بيمشكلوا أقلية بالنسبة لنا، لأنه القوى المجتمعية الكبيرة، الطرق الصوفية، إدارة الأهلية، الأحزاب الكبيرة المنتخبة، القوة دي كلها متوافقة على أكثر من 90% من هذه القضايا. طيب، عشان الموضوع ده يتحقق لازم القيادة الموجودة، الفريق البرهان، يضغط الطرفين وتضع هذه الأوراق في الطاولة، فإما أن نتوافق على الحل لتأسيس السلطة الانتقالية الجديدة، إما أن يتم ذلك بالأغلبية، لكن ما ممكن يظل الأمر معلق. الآن الاقتصاد واقف، الحياة كلها واقفة، الأوضاع كلها مجمدة، لأنه الأمر ده عايز رافعة زي ما يقول الإمام الصادق المهدي. كان ممكن تكون الآلية الأممية تكون رافعة، لكن الآلية الأممية فشلت في أنها تكون رافعة، لأن
كان تفكيراته غلط، تحليلاته غلط، مشت في اتجاه منحاز. جاءت الثلاثية، الثلاثية لغاية الآن ما وصلت إلى حلول، لأنها برضه سارت في نفس الاتجاه، الآن بقت رباعية. طيب أنا أقول لكم الآن الكلام ده له 4 شهور في نقاشات عميقة حول العمل الغايتين وإخواننا في الاتحاد الأصل معاهم الإخوة اللي كانوا في الحرية والتغيير والآن يدخلوا معاهم ناس الوفاق، ده هو فرع من 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 الكلام ده. نحن ناقشناه على مدى 2 شهر زي ما قلت، كان في خلاف، بعض الإخوة اختلفوا في موضوع المرجعية، لكن اتفقنا على كل البنود الأخرى. فنحن قلنا لأخواننا في الاتحاد الديمقراطي الأصل انتوا امشوا، ونحن بنمشي مع نجمع قوى أخرى في الموضوع ده ثم نلتقي. طيب في مبادرة الخليفة الجديد، نحن جزء من هذه المبادرة. الوثيقة دي أنا سلمتها اليوم قبل المبادرة ما تبدأ أعمال، يعني أنا دخلت معهم وأنا واضح في أنه نحن عندنا مشروع، وهذا المشروع فيه حوارات جارية، واشتغلنا معهم على أن نوحد الرؤى حول هذه حول المشروع. إذا المبادرة نداء السودان خليفة جديد أيضا متفقة معنا في كثير من هذه القضايا، في خلاف مثلا ممكن يكون في السيادة، هم يتكلموا عن مجلس عسكري، لكن دي ما مشكلة، الناس ممكن تفقوا عليها. في مثلا هم ما تكلموا عن تعديل جبهة، نحن تكلمنا عن تعديل جبهة في المسألة. مثلا هم تركوا موضوع التشريع، جمعية تشريعية أو مجلس تشريعي تركوه فاتح، قالوا في صعوبة في أنه شكل مجلس تشريعي، لكن نترك الأمر مفتوح. دي 3 نقاط في تباين بيننا، لكن عشان قد احنا قلنا جمعية تشريعية مصغرة 50 شخص، ما أكثر من 50 شخص، يعني أقصاها أنك تمشي ل60 شخص، عشان ما في طريقة أنك انت، هي ما مسألة بتاع تمثيل انتخابي، هي تمثيل لقادة المجتمع وقادة العمل السياسي والقوى الشبابية الفاعلة، يعني ما عندنا طريقة كده لأنه ما عندنا وكيل للمسألة. طيب الآن إحنا ما جينا طرحنا الموضوع ده عشان يبقى مادة إعلامية ولا عشان نستعرض موقف، إحنا جينا طرحناه لأنه من هنا لنهاية الأسبوع أن إحنا شغالين على أن الثلاثة مجموعات هي تتوحد حول 6 نقاط اللي تكلمنا عنها، وخلال هذا الأسبوع عندنا اجتماع مع الرباعية، المجموعة الثلاثة دي عندها اجتماع مع الرباعية. فقبل اجتماعنا مع الرباعية يجب أننا نصل إلى التوافق حول 6 نقاط، زي ما قلت أنه في توافق بنسبة أكثر من 90% في التفاصيل. فنحن سعيين أنه نوصل الموقف ده للقوى الدولية والإقليمية، ونلتقي بالفريق البرهان ونائبه الفريق حميتي، ونسلمهم هذا الإجماع، ونطلب منهم أنهم يدعوا طرفين. إحنا ما ضد إخواننا في الحرية والتغيير المجلس المركزي، إحنا ضد استئثارهم وإقصاء الآخرين يجلسوا معنا، وهذا لازم على القيادة العسكرية، ما ممكن تتهرب من هذه المسؤولية يعني، ويدعو الآلية الأممية وبما فيها الاتحاد الأفريقي والإيجاد مراقبين في هذا اللقاء، نجي غيرنا ويجوا المجلس المركزي ونحسم هذا الأمر في نهائية، يعني يا إما بالتوافق يا إما بالأغلبية، والذي يختار وينتخب
الأجهزة دي هو مجلس يمثل أهل السودان، قادة أهل السودان، لا بنختارهم نحن ولا يختارون هم، اختارهم هذا الجمع. طيب، في نقطة مهمة جدا اللي هي دور الجيش في الفترة الانتقالية، وما تبقى للفترة الانتقالية. احنا قلنا ده يخضع لمزيد من التشاور، احنا اجهزنا المجلس الاعلى، ما عندنا مشكلة في المجلس الاعلى. طيب، فيما يتعلق بالسلطة السيادية، احنا تكلمنا هنا السلطة السيادية سلطة تشريفية، ما فيها تشريع، سلطة تشريفية. طيب، حيكون في حوار مع او تشاور مع القيادة العسكرية حول هذا الموضوع، لكن في اطروحات، في اطروحة انه اذا القوات المسلحة قالت والله نحن عايزين الموقع السيادي التشريفي ده، ده يطرح للجمعية التشريعية، الجمعية التشريعية تختار، لانه حتى القوى الدولية في بيان الترويكا تراجعت قالت والله وضع الجيش في الفترة الانتقالية يتفق عليه السودانيون. طيب، نحن ممكن نتفق. طيب، في خيار ثاني انه يجي رئيس اركان سابق يصبح رئيس سيادي انتقالي، احنا بنضيف عليه خيار ثالث، تجي امرأة قاضي تكون وصلت المحكمة العليا وقيادة القضاء تجد تتولى هذا المنصب. يعني ففي ثلاث خيارات، اما قيادة القوات المسلحة، اما عسكري رئيس اركان سابق، واما امرأة قاضي وصلت مرحلة عليا في المحكمة العليا ورئاسة القضاء تكون معروفة بالنزاهة والكفاءة تتولى هذا المنصب. فإذا ده متروك للحوار مع القوى العسكرية، مع المكون العسكري، لكن نحن مفتوحين لكل الاحتمالات، لأنه احنا بنعتبر المدنيين استلموا السلطة التشريعية والتأسيسية. السلطة التأسيسية زمان كانت القوات المسلحة هي اللي عينت الأخوان بتاع الحرية والتغيير وحمدوك وغيره. طيب، هنا السلطة التأسيسية التشريعية حتكون مدنية، والسلطة التنفيذية مجلس الوزراء حيكون مدني، ومجلس الأمن حيكون أيضا بقيادة مدنية. فلذلك نحن مفتوحين للتشاور حول السلطة السيادية. احنا ما عندنا الجيش اصلا شريك، ما عندنا مانع انه نكرم بهذه السلطه التشريفيه طالما نحن المؤسسين ونحن التشريعيين ونحن التنفيذيين. كمان جابوا رئيس اركان سابق، ما عندنا مانع، اتفقوا معانا على الحل الثالث اللي هو امراه، ما عندنا مانع في هذا. اذا يا اخواننا، انا في نظري وأنا شغال في الموضوع ده زمن طويل ومحاولات كثيرة، يعني حتى الانقلاب بتاع 25 أكتوبر ده نحن حاولنا أن الموضوع نتجاوزه باتفاق بين القوى السياسية، نتجاوز الأزمة الموجودة، لكن إن شاء الله ما قدر وفعل. فنحن الآن بنقول الآن الخطوات دي ما خطوات في الهواء. إذا أخواننا الثلاثة، مجموعات الثلاثة، نداء السودان والترتيبات الدستورية اللي هي مجموعة الاتحاد الأصل والوفاق ومجموعتنا هذه اتفقت على النقاط الستة من المطلوبات، وذهبنا إلى المجتمع الدولي والإقليم وإلى القيادة العسكرية، يبقى بعد كده ما في حجة لأي تعطيل، يبقى احنا ما بنعد كده بنتكلم ونسى، ما في ونسى بعد كده. في وضع النقاط فوق الحروف، تأسيس يحتاج إلى هذه الست نقاط، في توافق بنسبة بتاعت أكثر من 90% حول البرنامج، 100%
الهياكل 100%، التوزيع بتاع السلطة 100%، في ضرورة الاتفاق على المرجعية، نأسس الجمعية التأسيسية، الجمعية التشريعية التأسيسية دي غير، وفي ضرورة أن نتفق مع قيادة الجيش على كيفية نملة منصب الرئيس الدولة الانتقالي. شكرا جزيلا.